الأحجار والصخور مع إنها صماء بتيجي لحد عندهم أطنان، لكنها بتتشكل في إيدين صناعية البساتين زي حتة الصلصال، بتتحول للوحة فنية أو حاجة جميلة قوي في بيتك. في البساتين أكتر وأشهر صناعية في مصر في مجال الرخام والجرانيت والبازلت والحجر بكل أنواعه. من وحي خيالهم أبدعوا، ومن صلابة الحجر اتعلموا الحذر والدقة، لأن الغلطة بتكلف كتير جدا. هنا المجال مفتوح فقط للمهرة وأصحاب الفن والجمال والإبداع. أستاذ نبيل، قول لي بقى، الحجرة دي ما بتجيلكش تبع الرفيعة كده، أنت اللي بتقصها كده؟ لا، هي ولا أنت بتستلمها من حد؟ بتجيلك زي دوشم حجر كده؟ لا، هي بتيجي كتل حجر كبيرة. كتل كبيرة. وأنا ببتدي أقطعها على المكنة دي بالطريقة دي كده، فعلى المقاسات بقى اللي أنا عايزها. يعني دي كام سنتي اللي أنت مقطعها دي؟ لا، دي 20 في 40 في سمك 2 سم ونص. ده 2 سم ونص. هل ده معظم الاحجار بتبقى التخانه دي ال 2 سم؟ لا، على حسب بقى، يعني دي هتستخدم في تجاليد الحوائط مثلا، فدي بتشتغل لنفس السمك ده. التجليد ممكن ده تركب بالمونه العاديه اللي هي الاسمنت والرمل، وممكن تركب بالماده، في ماده برضو ماده لاصقه كده زي بتاعه السيراميك وبتركب بيها. انت دلوقتي هتشغل المكنه دي تحفرها بايه؟ تصغرها بقى دي؟ لا، انا عايز بقى دلوقتي اقطع واحده منها عشان اعملها ابليك صغير اللي هو مقاس 20 في 20. وهتوريني بتعمل ازاي. هتشغل المكنه دلوقتي؟ شغال. استنى، هلبس انا الاشارب بتاعي عشان انا اخر مره قعدت قدام مكنه كده روحت الشبح الابيض. يلا تفضل. في ميه. كل حاجه بتتعمل بالميه، كل التقطيع والميه. لو ما عملتهاش بالميه هتطلع تراب كبير، تراب وعفار كبير. ايوه، ما انا عشان كده نفس الوقت هي الميه دي نفسها انا ما بستهلكهاش، هي بتنزل من المكنه دي كده وبتنزل كده بترمي في الحوض اللي حضرتك قاعده فوقيه دلوقتي. الحوض ده بيحجز الجزء اللي هو مترب بالميه وبيرجع لي الحوض تاني جنبه ميه نظيفه عشان ما نستهلكش في الميه. فانت الميه دي بتدور عندك، والميه النظيفه دي بتطلع من ماسوره على خزان فوق وتفضل تتكرر كده وتفضل تدور عندك على طول كده لغايه شهر وانت شغال بالشكل ده. بالشكل ده. الـ 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 السلاح ده عباره عن ايه بقى؟ دي اسطوانات معموله، دي فيها فص الماس. ايوه زي بتاعه قص الازاز والحاجات دي الماس. بس دي اسطوانات بتيجي اغلبها كلها بتيجي تقريبا مستورده. طب وبعدين دلوقتي انت عملت ده يعني... انا بيجي بقى البلوك للحجر الكبير ده، انا على حسب المقاس اللي انا عايز اقطع عليه. فدي هنا الارتفاع الاسطوانه دي من اول هنا كده حضرتك، من اول هنا لغايه اول الفلانشه دي اللي هي ممكن يخبط فيها الحجر ده. سمك الحجر اللي تقدر تحطه على ده هو اقصى ارتفاع ممكن اجيبه في الحجر اللي هو 40 سم. 40 سم. لكن الاطوال زي ما انت حضرتك شايفه طول العربيه كده لو متر في 40 ممكن. ماشي. طب وبالنسبه بقى للحاجات اللي هي متفصله دي اللي هي فيها، لا دي حاجات، دي بقى الفنيات دي حاجه تانية. ده الحجر زي ده اللي بنقطعه، ده حجر اللي هو التجاليد اللي هيجلد الحيط. ايوه. لكن الحجر الفنيات ده بقى ده ايه يعني؟ ده شغل بقى مزاج لوحده. وقلت لي الهاشمي ده اللي هو العادي خالص، الهاشمي 80. الهاشمي اللي اسمها هاشمه 80. ماشي. هناخد بقى القطعتين دول يا استاذ نبيل، نروح على بنك توريني بقى ازاي بتكون منهم مثلا فانوس، بتكون منهم حاجه معينه، بتلزقوا ازاي، هتفرجني ده؟ لا، تحت امر حضرتك. طب يلا يلا. احنا قطعنا الحتتين دول، فين اللي قطعناهم يا عم نبيل؟ هي الحته دي بس يا استاذ نبيل. احنا جبنا ده وده، ده بقى انت قلت لي هتعمل بيه ابليك صح؟ ابليك حضرتك. تعمله ازاي بقى؟ بعد ما قطعناها من على المكنه كده، ها، بنجيب بقى قطعتين تاني اللي هم الجناب بتوع الابليك. ماشي. خدهم بالشكل ده وبنقطع الزيادات اللي في الجنبين، بعد كده بنلزقهم طبعا بالكله اللي هي بتاعت الرخام، نبتدي نركب لهم اللي هي الحديده اللي زي دي كده اللي هيتعلق منها الابليك. في النهايه بيوصل بيبقى الشكل ده، تبقى كده يبقى كده بالشكل الفانوسي ده.
مجرد الكل لزقته كل اتلزق من هنا والحديده من هنا ويتعلق بالحديده. انا عايزه بقى احط فيه اي رسمه معينه مثلا في رسمه ممكن رسمه زي دي كده اللي هي بتبقى اللي هي ما فيهاش خطوط هندسيه اللي هي رسمه ورده ورقه حاجه زي كده عاديه برسمها على ورق كلك زي كده وبعد ما برسمها بحطها وبجيب اللي هي الزهره اللي هي زي بتاعت الغسيل دي هي دي اللي في ايدك انت بقى مخرمها مخرمها بإبرة خياطه عاديه بعد كده ما عندكش ليه بتاعت الترزي بتاعت زمان دي اللي كان بيمشي تك 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 يخرم بيها دي. لا ما تمشيش هنا في المكان ده في الحجر لان دي انا بمشي على الخط اللي انا رسمه واحده واحده بعد ما اترسمت كده جميل الشكل ده حلو قوي تعمل ايه بعد كده بقى بثبته بالقلم الرصاص لان طبعا هشتغل فيه بالصاروخ فهيطير فالصاروخ هيطير الظهر ابتدي ارسم بالقلم كده عليه ده بالنسبه ليا الحاجات اللي فيها اللي ايه ورد او نباتات او وبعدين أو إنسان هتحفره أو بقى بقاله ايه بعد خلاص كده خلاص بقى مش لازم ترسمه كله ما انت هتوريني حته صغيره في الاخر كده بروح جاي بستخدم عليه الصاروخ ده اصبر يا معلم لا هنخلي الصاروخ ما فيش عادي لا يعني. ما بقول لك ايه ده ما بيروح بص حضرتك كده حلو خلاص يا عم نبيل صدقتك يا استاذ نبيل حلوه حلوه جدا ومن غير ميه دي بقى يا نبيل ها بس من غير ميه تشتغل بيها بالصاروخ العادي لا هو بشتغل بالصاروخ عادي مفيش ميه عشان هي لسه طالعه لسه انا غسلها دلوقتي طب والحاجات اللي اصعب يعني مثلا الحاجات اللي انا في الورد بقى والحاجات اللي زي دي كده فبنجيب برضو ايه الرسمه اللي زي دي دي انا بروح راسمها برضو على قطعه مربعه برضو على حسب المقاس دي بتستخدم روزيتا لدفايه دي بتاعت بقى ايه بتاعت دفايات من يمين وشمال كده يمين وشمال وفي الوسط مرايه كده اللي هي ممكن تبقى زي الرسمه دي حاجه او كده. نباتات وتكملها فبعد ما برسمها برضو على الورق بنفس الفكره بنقلها هنا طب والكتابة يا نبيل يعني مثلا ما هي دي تعتبر تدخل في بند زي الكتابة بالظبط زي الكتابة هنا الكتابة برضو بكتبها بتجيب بقى خطاط يكتبها في خطاط وساعات بعملها انا بنفسي على الكمبيوتر بالفونتات بتاعت الكمبيوتر بالزبط. وبعد كده باخدها برضو بنقلها من على الكمبيوتر بطبعها على ورق كلك وبرضو بحطها كده على الرسم وابتدي حوالين الحروف دي بالصاروخ وغير كده بقى بعد كده بشاكوش وازميل رفيع كده زي اللي بتعمل وابتدي الف حوالين كده صفه واحنا فراعنه احفاد فراعنه احنا فراعنه صحيح زي الشغل الفرعوني ما بتروحش الاثار الاسلامي وتلف على الجوامع وتشوف الحلاوه اللي مكتوبه فيها بروح بشوف شغل المقرنصات بتاع زمان ده والحاجات دي المقرنصات والخطوط المختلفه والخطوط والخط الكوفي والريحاني والبوكيهات اللي كانوا كل الحاجات دي بنعملها احساسك ايه وانت قاعد كده وفي ايدك الحاجات دي وفي ايدك والله دي هي الاحساس عندي بالنسبه لي هي دي متعه متعه في حد ذاتها انا هي متعتي ثلاث حاجات ان انا اشتغل في الحجر ان انا اقعد مع احفادي ان انا اكتب طب ما حلو حاجات حلوه قوي وطبعا بقى كل ده ومشغل بقى جنبي فلاشة عليها الايه اغاني بقى اغاني بتسمع ايه لا بسمع قديم بس ام كلثوم عبد الوهاب ورده بحب ورده انا احب ورده جدا جدا ومراتك فين في الفيلم والله بقى مراتي هي مظلومه معايا يعني انا حاسه كده سيبيني الكتابه بتشوفني لان حتى كمان في البيت يعني بمجرد ما بروح انا باجي هنا يومي بيبدا من 11 الصبح تيجي 11 باجي 11 بمشي من هنا 9 يا خبر ابيض 9 بالليل طبعا بنخلص احنا على المغرب كده لكن بفضل قاعد بقى اقعد اقرا جرايد واقرا وحاجات كده يعني كان معايا كتاب والحاجات زي كده يعني طب بتروحش تقرا في البيت ليه ما هو ده الجزء اللي هنا الجزء اللي في البيت بقى التكمله بروح اقعد معاهم بالظبط يعني حوالي من 10 دقايق ل 12 دقيقه وبعد كده عامل ليا بقى صومعه كده بقعد فيها لوحدي يعني انت متجوز مع ايقاف التنفيذ يعني لا بالنسبه لها بس انت شخص جميل جدا جدا يا استاذ نبيل بين الكتابه وبين الحجر وبين ما بين البر والتاني زي محمد قنديل ما قال ايوه مظبوط بتحب محمد قنديل جدا جدا جميل صحيح بيتمخطر بص يا عم نبيل دلوقتي انت يعني ثقفتنا ووريتنا حاجات ما كناش نعرفها واحنا وانبسطنا جدا شرف ليا ما تنساناش بقى لا تحت امر حضرتك كل مره واحنا بنسلم على الضيف بتاعنا معانا زميله فنانه اسمها ساره بتكون رسمت لوحه وبورتريه كده بتعمله وانت شغال اما نشوف بقى ساره طلعتك ايه الله لا طلعتك فنان لا 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 ميرسي يا ساره طلعتك فنان جداً. والله شكلك لا فنان لا لا لا.
لا ده انا. ده انت يا استاذ نبيل. ميرسي يا استاذ. لا ممتازه جدا، تسلم ايدي كرم. المصري معروف من يوم ينقش على الاحجار فن، من حسن ذوقه وابداعه العالم اتكلم عنه، واللي بنى الاهرام يقدر يبني حضاره في اي مكان، والمصري مصري في كل زمان. الناس بتيجي وتتعجب ازاي في كل مجال ناجحين، تماثيل رخام او في الجرانيت منحوته وكانها من طين، في تراب بلدنا هويتنا، وده السبب ورا قوتنا. السر كله في حكايتنا هو ان احنا مصريين.